بما أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب الذي تم حله كان من أهم النقاط ربما التي عليها خلاف كبير في الداخل الإسرائيلي هو ما أطلق عليه خطة اليوم التالي، هل يقدم المقترح الأمريكي أي شيء فيما يخص ما أسموه الإسرائيليين بخطة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع؟ حتى هذه اللحظة الموقف الأمريكي هو انتظار الرأي طبعا الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما الذي تريده وما الذي سيكون في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب. حتى هذه اللحظة يعني إسرائيل لم تبحث هذا الموضوع بالمرة، لا على مستوى كابينت الحرب المصغر الذي ألغي، ولا على طبعا في الكابينت الموسع، ولا في الحكومة، ولا في الكنيسة الإسرائيلي. نتنياهو حتى الآن حتى هذه اللحظة هو يرفض رفضا قاطعا الحديث عن ما سيحدث في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب. وقال عندما تنتهي هذه الحرب وإسرائيل تحقق أهدافها إعادة المحتجزين والقضاء على سلطة حماس طبعا في القطاع وطبعا تدمير قدراتها العسكرية، عندها سيتم بحث هذا الموضوع وهذه القضية. طيب، من سيدير قطاع غزة؟ هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية. نعم، حول هذا الموضوع. طيب سيد فايز، يعني وأنت تحدثت قبل قليل قائلا أن نتنياهو هو من سعى لهذا المقترح، ولكن المقترح جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن يعني النية كانت من بنيامين نتنياهو. في رأيك، بالرغم من أن بالنظر إلى حجم الخسائر المهول في قطاع غزة يبدو أن يعني جيش الاحتلال ينتصر في القطاع، ولكن في الحقيقة هل استنزف الجيش الإسرائيلي ما دفع نتنياهو لمحاولته وقف إطلاق النار عن طريق الإدارة الأمريكية؟ طبعا لا، يعني لا أعتقد ذلك. أنا على قناعة أن بنيامين نتنياهو عندما قدم هذا الاقتراح هو كان على قناعة أن حركة حماس سترفض هذا الاقتراح، وعندها كان هو سيحصل على الأقل على المكاسب السياسية على المستوى الأمريكي والدولي أيضا. لكن نتنياهو لم طبعا يقدر الأمور صحيحا، يعني عندما طبعا كان هناك نوع من التفاؤل من قبل حركة حماس على قبول هذا المقترح تراجع نتنياهو وتراجع مرة أخرى. لذلك نتنياهو قدم هذا الاقتراح ليس لأنه جدي ويسعى فعلا إلى إنهاء هذه الحرب. نتنياهو يريد إطالة هذه الحرب لأن إطالة هذه الحرب تخدم بنيامين نتنياهو. بالنسبة لاستنزاف الجيش الإسرائيلي، نعم هو مستنزف ويعاني من التعب ومن الأوضاع النفسية الصعبة بعد 8 شهور من الحرب في قطاع غزة، وأيضا كان يعني هناك الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، وهؤلاء جنود الاحتياط هم أصحاب مصالح ومصانع. نعم، وأماكن. طيب، عمل كثيرة، وهم فقدوا أماكن طبعا مصالحهم بسبب وجودهم في هذه الحرب. يعني عمليا إسرائيل هي تخسر كل يوم، إن كان اقتصاديا وإن كان على مستوى الجرحى والقتلى والاستنزاف وتعب الجنود الإسرائيليين. طيب، سيد الذين فايز، طبعا هم ينتظرون. نعم، وقف إطلاق النار يعني لكي يعودوا إلى بيوتهم. لكن عمليا إسرائيل الآن إذا أرادت فعلا وقف إطلاق النار وهي لربما الآن تسعى إلى ذلك.